إخواني أخواتي، سلام الله عليكم في هذه الحلقة الجديدة. أينما كنتم حياكم الله. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أقوم بتفكيك هاتف ذكي أمام الكاميرا وعمل شرح مفصل لجميع مكوناته بالداخل. إذن مشاهدي الأفاضل، قبل أن نبدأ بعملية التفكيك إليكم لمحة مختصرة عن الهاتف. هذا الهاتف هو نوكيا لوميا 1320. من مميزات هذا الهاتف أنه يدعم ويندوز 10، لاحظوا معي ويندوز 10 هو المثبت الآن، كما أن حجمه كبير للغاية، والجميل في الأمر أن له بطارية قوية للغاية تدعم حجم الشاشة الكبير. إذن وحتى نبدأ عملية التفكيك، لاحظوا معي أول شيء يجب رؤيته، لاحظوا معي، فإن التوقيت، الساعة والوقت هم في وضع التعديل الأوتوماتيكي، لاحظوا معي، وسوف نرى كم الساعة وكم التاريخ اليوم كي لا يكون هناك أي نصب أو احتيال. لاحظوا معي، هذه هي الساعة وهذا هو الهاتف الذي سوف نقوم بتفكيكه. لاحظوا معي، هذا هو شكله. إذن سوف نبدأ على بركة الله. بطبيعة الحال كأول خطوة سوف نقوم بإيقاف الهاتف على هذا الشكل، فصل الطاقة عنه، ثم في حين لاحظوا معي بعد ذلك سوف نقوم بإزالة غطاء البطارية. لاحظوا معي، هذا الهاتف رغم أن الغطاء الخاص به يتم نزعه إلى أن هذا الهاتف مغلق تماما ولا يمكنك رؤية لا البطارية ولا أي شيء. نعم، إذن سوف نقوم بتفكيكه باستعمال مفك البراغي الخاص بهذه البراغي الصغيرة. إذن بعدما قمت بإزالة الشريحة فها أنا دا أقوم بتفكيك البراغي بسرعة كي لا أضيع وقتكم الثمين. نقوم الآن بإزالة هذا الغطاء وللإشارة، فإذا أردتم تفكيك أي هاتف يجب فصله عن الطاقة. لاحظوا معي حجم بطارية هذا الهاتف الكبيرة للغاية، انظروا معي، بطارية ضخمة جدا. إذن فكأول خطوة سوف أقوم بشرح بعض المركبات الموجودة في هذا الغطاء، فرغم أنه مجرد غطاء إلا وأن به بعض المركبات الأساسية والمهمة في الهاتف. نعم، سوف أقوم بعمل الزوم قليلا لكي تروا الصورة بوضوح. لاحظوا معي، هذا هو الغطاء الخاص بنا. فهذه القطعة التي ترونها هنا في الجانب هي عبارة عن الفيبرور أو الفيبريشن أو مسمى بأداة الاهتزاز في الهاتف. نعم، أما هذا الذي بجانبه فهو عبارة عن مكبر الصوت وهو غني عن التعريف أو مخرج الصوت. ثم لاحظوا معي هذه القطعة النحاسية هنا هي عبارة عن موصل تقوم بإيصال التيار إلى الفلاش. نعم، وهناك أيضا بعض المجسات النحاسية الصغيرة هنا، لاحظوا معي، هذه المجسات لم تضع عبثا وإنما هي متصلة بهذه الخطوط الموجودة هنا. هذه الخطوط عبارة عن أسلاك داخل البلاستيك تقوم بدعم إشارة المكالمة. نعم، أما الآن فما ترونه هو صورة مقربة لهذا الفيبرور أو أداة الاهتزاز مع مكبر الصوت، سوف أقوم بانتزاعهما لرؤيتهما عن قرب. نعم، لاحظوا معي، هذا هو، هذه هي أداة الاهتزاز شكلها دائري، والجميل في هذا الهاتف هو أن أداة الاهتزاز شكلها دائري، ففي الهواتف الأخرى يكون شكلها مستطيل وتشبه محرك صغير، هي أصلا عبارة عن محرك صغير. ثم هذا هو مكبر الصوت الخاص بنا، سوف أقوم بإزالته. إذن هذا هو مكبر الصوت الخاص بنا، لاحظوا معي، هذا هو شكله، هو فقط عبارة عن مكبر صوت، ولكن من مميزاته أنه قوي رغم صغر حجمه. الآن ننتقل إلى القطعة المهمة ألا وهي الهاتف بكامله. أول شيء سوف أقوم بانتزاع موصلات البطارية، نعم، التي تمد الهاتف بالطاقة، ثم سوف أقوم بإزالة البطارية لكي أريكم شكلها. لاحظ معي، هذه هي البطارية، بطارية رائعة وسعتها كبيرة، انظروا، فهي تدوم لساعات طويلة رغم اتصالك بالانترنت والواي فاي. إذن فالبطارية غنية عن التعريف، سوف نضعها جانبا وسوف نمر إلى الأشياء الأهم. فعند التمعن فإن أول شيء قد تلاحظه هو وجود هذه الأشرطة الصفراء، لاحظوا معي،
هذه الأشرطة البلاستيكية الصفراء، فهي في الحقيقة ليست شريطا لاصق أو أي شيء من هذا القبيل، وإنما هي أشياء مهمة للغاية، ومن بين الأشياء التي يجب عليك الحذر منها أثناء الهاتف. فهذه الأشرطة الصفراء هي التي تؤدي دور هذه الأشرطة في الأجهزة الإلكترونية المنزلية. لاحظوا معي، هذا الشريط هو عبارة عن شريط بلاستيكي به هذه الخطوط التي تحتوي على موصلات من أسلاك. نعم، ولكن في الهاتف فهي مصغرة مئات المرات على هذا الشكل. لاحظوا معي، سوف أقوم بتكبير الصورة قليلا. لاحظوا معي، فكل شريط من هذه الأشرطة الصفراء فهو يحتوي على مئات، نعم مئات السيركويات أو مئات الخطوط الموصلة. نعم، وهذا الشريط فهو ضعيف للغاية وقد يتمزق في أي لحظة، لذلك من فضلكم المزيد من الحيطة والحذر في التعامل مع هذه الأشرطة. لاحظوا معي، هذه الأشرطة الموصلة. إذن فهذه المادربورد أو اللوحة الأم الخاصة بالهاتف فهي مكونة من قسمين. نعم، هذا القسم العلوي وهذا القسم السفلي. القسم السفلي هو مرتبط مع مدخل الشاحن ومدخل اليو اس بي. نعم، فهذا القسم الصغير هو عبارة عن أليمونتاسيون أو ما يسمى بموزع التيار في الهاتف أو معالج التيار. نعم، من هنا يدخل التيار ويتم معالجته وإرساله إلى كل الوحدات وإرساله كذلك إلى البطارية من هذه البوردة. أما البوردة العلوية فهي البوردة الأساسية والمهمة في الهاتف، حيث تقوم بمعالجة الصورة وبها الرامات والميموار إلى غير ذلك. نعم، بها مرتبطة بهذه الكاميرا. كخطوة أولى سوف نقوم بمحاولة إزالة هذه القطعة الأساسية في الهاتف. فكخطوة أولى سوف نقوم بانتزاع هذه الأشرطة التي تحدثت عنها، ولكن بأداة مناسبة وبحذر من فضلكم. لاحظوا معي، الآن قمت بإزالة هذه. بعد ذلك أقوم بتفكيك هذه البراغي الصغيرة التي تقوم بتثبيت هذه البوردة. إذن بعد ما قمت بإزالة البراغي، الآن سوف أقوم بإزالة كل الأشرطة على هذا الشكل. الآن هذه هي اللوحة المهمة في الهاتف. لاحظوا معي، هي مرتبطة مع سليك أبيض صغير على هذا الشكل، فدور هذا السلك هو عبارة عن أنطينة للواي فاي. نعم، ولكنها تختلف من هاتف لآخر، فهذا الهاتف بسلك، وهناك بعض الهواتف التي بها فقط أشرطة نحاسية هي التي تقوم بدور ملتقط الواي فاي. لاحظوا معي، سليك صغير جدا. إذن الآن سوف أقوم بانتزاع هذه البوردة بعناية كي أشرح لكم كل قطعة وكل مركب في هذه البوردة. إذن هذه القطعة الخاصة بنا بعدما قمت بعمل زوم كبير لها. لاحظوا معي، سوف أقوم بعملية قلبها على هذا الشكل. لاحظوا معي، هذه هي القطعة. فكما تلاحظون فكل وحدة مهمة في هذا الهاتف فهي مغطاة بهذا المعدن. نعم، لاحظوا معي، لدينا العديد من الوحدات في هذه البوردة. لاحظوا هذه الوحدة، توجد هذه الوحدة، وتوجد هنا كذلك بعض الوحدات الأخرى المغطاة في هذا البوكس المعدني الصغير. إذن سوف أقوم أول خطوة بانتزاع هذا المعدن الذي يقوم بتغطية المركبات المهمة، لنرى ماذا يوجد بالداخل. إذن بعد انتزاع البوكس العلوي أو الهيكل العلوي، لاحظوا معي من ماذا يتكون من الداخل. فهذه القطعة الكبيرة السوداء هي عبارة عن مخزن الذاكرة أو الميموار. لاحظوا معي كيف هو شكله، وهذه هي أبرز قطعة وأهم قطعة هنا. نعم، ويوجد هذا البوكس الصغير في الجانب، فهو معالج الصورة، ويمكن ملاحظة أنه بالقرب من الموصل الخاص بالشاشة. ولمعرفة مركبة أي هاتف قمت بتفكيكه، فما عليك سوى كتابة الدياجرام في جوجل متبوعة باسم الهاتف الخاص بك. نعم، ومن أجل تفكيكه بعناية اكتب ديسومبلي متبوعة باسم الهاتف الخاص بك في جوجل. نعم، سوف أقوم بقلب هذه القطعة من الجهة الأخرى، وسوف أقوم بتفكيك البوكس الثاني على هذا الشكل بعناية لكي لا يتضرر أي مركب. لاحظوا معي، هنا توجد المركبات المهمة والأساسية في الهاتف. فلاحظوا معي، هذا المركب هو عبارة عن المعالج الخاص بهذا الهاتف، وهو مغطى بمادة تسمى لاباط تيغميك. فهذه المادة تقوم بامتصاص هذه الحرارة من هذا المعالج وإيصالها مباشرة إلى هذه الصفيحة التي تبدد الحرارة. نعم، أما ما يوجد بهذا الجانب فهو عبارة عن الرامات. لاحظوا معي، هذه الرامات، أما هذه فهي عبارة عن ترانزستورات
كل هذا تجدون روابط أسفل الفيديو تقوم بشرحه. أما هذه القطعة فهي متصلة بالكاميرا، فهي تقوم بمعالجة صورة الكاميرا. نعم، وبطبيعة الحال هناك بعض المركبات الغنية عن التعريف التي يعلم بها الجميع، مثل منفذ الصوت هذا. نعم، منفذ الصوت فهو غني عن التعريف، أو هذا المكان الذي نقوم بإدخال الميموري كارد منه أو بطاقة الذاكرة، فهو كذلك غني عن التعريف. وهذه الكاميرا الصغيرة، وكذلك الكاميرا الرئيسية فهي غنية عن التعريف ولا تحتاج لأي شرح. وكذلك هذه الموصلات التي تقوم بالاتصال بالسيركويت الصفراء التي تحدثت عنها في بداية الفيديو، وكذلك المكان المخصص للشريحة فهو أيضا غني عن التعريف. فكما ترون أمامكم، فبعدما قمت بعمل زوم 100 مرات بكاميرا عالية الفوكس، لاحظوا معي، فهذه القطع الصفراء التي ترونها أمامكم فهي عبارة عن ريزيستانس أو مقاومة. وتجدون رابط أسفل الفيديو يقدم لك شرح تفصيلي لهذه القطعة حتى تفهموا أكثر. نعم، الآن القطعة التالية ألا وهي هذه القطعة السوداء. فهذه القطعة السوداء هي عبارة عن ترانزستورات أو مئات الترانزستورات. نعم، فهذا الهاتف فقط يحتوي على ملايين الترانزستورات، وتجدون أسفل الفيديو شرح مفصل لهذا الترانزستور. نعم، وتبقى القطعة الأخرى التي تحتاج للشرح هي هذه القطعة السوداء. لاحظوا معي كيف هو شكلها، فهي عبارة عن الديود، وكذلك هي أيضا تجدون رابط أسفل الفيديو سوف يقدم لكم شرح مفصل لهذه القطعة. فهذه القطعة التي ذكرت لكم هي أغلبية القطع الموجودة في كل هاتف أو في جميع أنواع الهواتف. نعم، لاحظوا معي. نمر الآن إلى القطعة الخاصة بتغذية الهاتف بالطاقة. فكما ترون فهي بطاقة بسيطة وليس بها العديد من المركبات مثل البطاقة الأولى. لاحظوا معي، فهذا غني عن التعريف، هو منفذ الإيصال بالطاقة أو منفذ الشحن. نعم، فكما ترون، فمثلا هذه القطعة السوداء هنا سوف أحاول تكبيرها لكم. لاحظوا معي، فهي عبارة عن ديود، وكما قلت لكم تجدون رابط له أسفل الفيديو. فكملاحظة أخيرة، فرغم صغر هذه القطعة، لاحظوا معي، فهي صغيرة تقريبا أصغر من حجم يدي، إلى أنه لو أردت تلحم قطعة مثل تؤدي نفس دورها بالمركبات العادية فإنها سوف تكون كبيرة جدا مثل حجم التلفاز. لاحظوا معي، وهذا هو الإعجاز في التكنولوجيا الجديدة، حيث كل المركبات صغيرة للغاية كما ترون. فالآن كخطوات نهائية سوف أقوم بتجميع الهاتف، سوف أعيد كل القطع إلى مكانها وأقوم بتجميعه لنرى إن كان الهاتف الخاص بنا سوف يشتغل أم لا. نقوم بإرجاع الغطاء، ثم باستعمال مفك البراغي سوف أعيد تثبيت البراغي. إذن كخطوة أخيرة أقوم بتركيب الشريحة، ثم أقوم بإغلاق الهاتف الخاص بنا كذا، ثم أقوم بتشغيله. لاحظوا معي، الهاتف الخاص بنا قد اشتغل. الآن سوف نرى الساعة، كم الساعة وكم التاريخ. إذن كما ترون هذا هو الهاتف الخاص بنا. لاحظوا معي، هذه هي الساعة وهذا هو التاريخ، والآن سوف نرى هذه الساعة وهذا هو التاريخ. الآن سوف نرى إن كان في وضع الإعداد الأوتوماتيكي للساعة والوقت. لاحظوا معي، الآن سوف أدخل على الساعة والوقت. لاحظوا معي، كما ترون إعداد أوتوماتيكي. متابعي الأوفياء، حلقتنا قد وصلت إلى نهايتها. أتمنى من صميم القلب أن تنال هذه الحلقة إعجابكم، وترقبوا إن شاء الله العديد من الحلقات الشيقة والرائعة. وإذا لديك أي استفسار لا تنسى وضعه لنا في تعليق.